يسعدنا ويشرفنا في جامعة شقراء المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم سعين لتحقيق تطلعات الوزارة وتعزيز لرؤية المملكة 2030. يقدم جناح الجامعة عدد من الخدمات ومن ضمنها تعريف طلبة الثانوية العامة بالتخصصات المتاحة، وتشمل تخصصات المسارات الصحية والهندسية والحاسب وكذلك مسارات العلمية والإدارية. وأيضا ابتداء من العام القادم بإذن الله سيتاح التقديم على تخصصات الكلية التطبيقية والتي تشمل تخصصات نوعية تخدم سوق العمل بإذن الله، وسيتم الإعلان عن دليل القبول وشروط القبول العامة في مواقع التواصل الرسمية للجامعة بإذن الله.